السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هنحل امتحانات المحافظات في ملحق كتاب المعاصر منهج الصف الرابع الابتدائي منهج كونكت عندي بيج 49 اول حاجة عندي هنا نص الاستماع لسن اندرويد اتلغى مش بيجي بالصورة دي اللي هو true or false لا ده بيبقى ايه بيجي نص الاستماع ومعايا اختيارات هنا uh, uh, number two choose the correct answer from A, B, C or D. هنا the mail carrier ساعي البريد delivers بيوزع أو بيوصل parcels الترود, garbage القمامة, electricity الكهرباء, pipes اللي هي المواسير. فهي طبعا parcels. the emperor lives in A طبعا الإمبراطور بيعيش في البلاس القصر number three زبير الدب is عندي زان بيجي قبليها الصفة فيها or ER, stronger زان the pelican الدب يكون أقوى من البجعة number four this mechanic this بيجي معاها is عشان مفرد this mechanic is fixing the car عندي نمبر ثري ريد اند كومبيليت اقرا واكمل ذا تكست ويز ذا ووردز ان بوكس عندي ويت مبلل براكتسد تمرن الكتريستي الكهرباء لايتنينج البرق ماي سيستر ماي سيستر اختي از ان الكتريشن كهربائيه الكتريشن شي ستديد and هي درست وإيه وتمرنت أو اتدربت practiced for three years لمدة ثلاث سنوات before قبل قبل يعني من قبل الفترة اللي هي تشتغل فيها آه, كهربائي آه, اتمرنت ودرست she became هي أصبحت an electrician she knows هي تعرف how to work كيف تعمل سفلي بأمان أو هي تعرف كيف تتعامل بأمان مع الكهرباء to use electricity safely لكي تستخدم الكهرباء بأمان never touch never touch لا تلمس anything أي شيء electrical طبي لا تلمس اي شيء كهربي with ويت ويت هندس بايدين مبلله نمبر فور uh, سؤال اللي هو اللي يريد اند ماتش اتلغى السؤال التوصيل عندي هنا نمبر فايف read the text and answer the questions عندي هنا بيقول لي my name is my اسمي my my father is a fisherman uh, والدي يكون صياد he works he works هو يعمل in the fishing industry he wakes up very early and goes out on his boat to catch fish then ثم in the afternoon he comes back هو بيعود and sells وبيبيع his fish السمك الخاص بيه اللي اصطاده. My uncle is a farmer, عمي مزارع أو فلاح. he works هو يعمل in the farming industry he looks after هو يعتني ب ذا trees الاشجار and gives them water وبيدي الاشجار water ماء and nutrients ويديهم عناصر غذائيه my brother my brother is a librarian امين I mean, مكتبه he works in a school library يعمل في مكتبة المدرسة هي لوكس افتر هو يعتني بيه all ذا بوكس كل الكتب the text القطعة is about أو النص عن transportation وسائل المواصلات fruits الفواكه ووتر ولا jobs الوظائف لا عن jobs الوظائف عندي بعد كده بيقول لي the underlined phrase wakes up means wakes up تعني gets up Answer the following questions Number 3 Who is a librarian؟ مين أمين المكتبة؟ هو Her brother أخوها Is a librarian بعد كده What does a farmer do؟ ماذا يفعل الفلاح؟ Number 4 إجابتها He works in the farming and destroys and destroy In this troy, he looks after the trees and gives the and gives them water and nutrients عندي برضو سؤال الترتيب اتلغى the bank are camels more beautiful than horses هل الجمال اكثر جمالا من Uh, الخيول الـ A كابيتال بتاعت R وفي الآخر question mark جايب لي هنا رأيت a paragraph of about 24 words using باستخدام the following guiding elements بيتكلم عن my home منزلي where do you live دي الكلمات المساعدة أين تعيش what's your favorite room ما حجرتك المفضلة؟ هقول I live in an apartment أنا أعيش في شقة I live in an apartment I live in Cairo أنا أعيش في القاهرة ممكن أقول I live with my family I live with my family أنا عايش مع عائلتي My home منزلي is very big كبير and clean ونظيف ممكن أقول له there are many rooms يوجد كثير من الغرف ممكن أقول حاجة كمان my favorite room حجرتي المفضلة is bed room هي غرفة النوم I like it أنا أحبها because I relax لأن أنا أسترخي أو أستريح in it فيها I do my homework أنا بعمل واجبي in my bedroom في غرفة ايه نومي there is a living room يوجد غرفة معيشة it is next to the dining room بجوار غرفة السفرة بعد كده عندي محافظة الجيزة إدارة العمرانية التعليمية نص الاستماع برضو ملغي it shows the correct answer from A, B, C or D the phoenix fox lives in the desert طبعا بيعيش في الصحراء farmers الفلاحون او المزارعون like spiders بيحبوا العناكب بيكون زي ايت بيكون زي ايت انسكتس بياكلوا الحشرات ماي هاوس is منزلي يكون next ما تنفعش لازم معاها تو in the hospital في المستشفى and the park اول ما الاقي اند يبقى بتوين. منزلي يقع بين المستشفى والحديقة I think أنا أعتقد أن cats القطط are تكون nicer than الصفة فيها إيه آر زان. طب نايس nice. آخرها إيه حطت لها آر بس أنا أعتقد إن القطط أجمل من دوجز الإيه الكلاب ريد and complete the text with the words in the بوكس سيلز يبيع فروت الفاكهة فاكتوري مصنع سكول مدرسة I think أنا أعتقد the most difficult job is the farmer أنا أعتقد إن أصعب وظيفة هي وظيفة الإيه المزارع he works very hard هو يعمل بجد he grows vegetables هو بيزرع ال vegetables and fruits بيزرع الإيه الفاكهة الخضار والفاكهة all year طول السنة he looks after the trees بيعتني بالأشجار and plants والنباتات he sends a lot of the fruits to the بيرسل كثير من الفاكهة إلى factory المصنع ل لي... to make orange juice لعمل عصير برتقال he also هو أيضا sells يبيع some of his oranges uh, بعض من البرتقال الخاص به in the supermarket في السوق طبعاً برضو عندي سؤال التوصيل اتلغى عندي هنا نمبر 5 بيقول لي read اقرأ the text النص and answer the question my brother ماجد is interested in flowers أخويا ماجد مهتم بالأزهار he is doing research هو بيعمل بحث أباوت عن The Life Cycle of a Sunflower عن دورة حياة زهرة عباد الشمس ذا sunflower is a big yellow flower زهرة عباد الشمس كبيرة هي زهرة صفراء حجمها كبير first أولا We plant نحن نزرع زي sunflower زهرة عباد الشمس سيد بنزرع بذرة. زهرة عباد الشمس in soil في التربة we put it in sunlight بنضعها في الشمس and water it ونرويها next the seed next the seed germinates and it starts to grow roots البذرة تنبت and it starts to grow وبتبدأ

opens and faces بتتفتح وتبقى مواجهة the sun متوجهة إلى الشمس finally في النهاية the sunflower دايز بتموت and drops its seeds وتتساقط بذورها the process begins again العملية بتبدأ مرة أخرى choose the correct answer from A, B, C, or D. One, this text is about an life cycle of sunflowers. عن عباد الشمس. The seed is bitter. Not and it starts to grow under the soil. Germinates. Germinates. بتنبت and it starts to grow under the soil. بعد كده جايبلي لي بيقول لي what does the sunflower need ماذا تحتاج زهرة عباد الشمس هقول له sunlight ضوء الشمس water الماء sunlight water الماء and soil تربة What happened? Number four. What happens after four months? To the sunflower. After about four months, the sunflower opens and faces the sun. Ji number four. Ji gabit number four. بعد كده عندي ال أوردر reorder الترتيب اتلغى banquet ويت the following how do we grow plants ال capital وهعمل question mark علامة استفهام هنا بيتكلم عن ذا كامل عايز باراجراف عن الايه الجمل جايب لي ليف ويزود ووتر يعيش بدون الماء ولارج وفلات فيد هقول له كاملز الجمال ار اميزنج يكونوا مذهلين زي هيلب us to carry things بيساعدونا في حمل الأشياء تمام and people to cross the desert وبيساعد الناس في عبور الصحراء they live without water for a long time بيعيشوا بدون ماء لمدة طويلة بعد كده عندي they have they have large فلات فيد عندهم أقدام مفلطحة وكبيرة ذير milk لبنهم Is delicious لذيذ وممكن أقول أي like, أنا أحب كاملز الجمال أي لايك كاملز نمبر 3 عندي محافظة اسكندرية دورة العجم التعليمية It shows the correct answer from A, B, C, or D. I live in أو in. It's made of cloth. يبقى tent. أنا عايش في خيمة مصنوعة من القماش. The ream gazelles have long harness. لديه قرون طويلة. عندي هنا بيقول لي are the plumbers tools أدوات السباك. انا عندي هنا ار يبقى المفروض هتبقى زيس زيس ار للجمع انما زيس للمفرد ذات للمفرد البعيد ذا معناها ال كروكودايلز التماسيح ار ار عندي دينجروس زين عندي لما بيكون في لونج ادجكتيفز صفه طويله وعندي زين بحط مور والصفه وزين طالما طيب في عندي زان يبقى مور والصفة وزان في الصفة اللي هي اللونج الطويلة. طيب امتى أحط ذا موست هحط ذا موست لو مش موجود عندي زان. تمام؟ طب عندي هنا نمبر 3 read and complete the text with the words in the بوكس Oranges skills يعني مهارات. فيتامينز الفيتامينات. Look My father is a farmer. أبي مزارع. He grows هو يزرع. بيزرع ايه اورنجز all year طول العام he gives the trees هو بيعطي الاشجار ووتر مية and the nutrients والطعام ال ال اللي هو الخاص بيه النبات to look after لكي يعتني بيه to look after زم لكي, لكي يعتني بهم زين هي بكس ذا فروت ثم هو بيقطف الايه الفواكه وهي سندس a lot of oranges to the factory to make orange juice وهو بيقطف الايه البرتقال وبيرسل كثير منه للمصانع to make عشان يعملوا عصير ايه برتقال he also هو ايضا سندس يرسل some يرسل some ايه some تو ذا سوبر ماركتس تو بيبعت البعض منهم للسوبرماركت عشان يبيعوا اورنجس هاف ميني البرتقال لديه ميني ايه فيتامينز كثير من الفيتامينات فيتامينز بعد كده سؤال التوصيل ملغي عندي هنا read the text and answer the questions computers are machines that can help us in many ways ال الكمبيوترات أو أجهزة الكمبيوتر عبارة عن آلات تستطيع أن تساعدنا بكثير من الطرق but لكن they can't think هم لا يستطيعوا التفكير or do things أو عمل الأشياء themselves بأنفسهم they can store هم يستطيعوا أن يخزنوا much information كثير من المعلومات they can save much time هم يستطيعوا save أن هم يوفروا much time وقت and work fast ويعملوا بسرعة the first computers أول كمبيوترات وير هيوج كانت ضخمة and expensive وكانت غالية هيوج يعني very very big later زي invented smaller ثم بعد كده ايه اللي حصل اه اخترعوا smaller اصغر and cheaper ones بقى يخترعوا انواع من الكمبيوتر الارخص والايه والأصغر We use computers in everything in our life بنستخدمه في كل شيء في حياتنا. دكتورز الدكاترة use them بتستخدمهم to check their patients. يستخدموها في فحص حالاتهم. Teachers المعلمين use بيستخدموا computers الكمبيوترات to help their students, students. لمساعدة الطلاب and to teach them online. وللدراسة

طب عندي the first computer was كان expensive، غالي. هنا summarize the second paragraph in one sentence. in one sentence عايزك تلخص الباراجراف التاني، الباراجراف التاني اللي هو من أول هنا. فأنا ممكن أقول we use computers in everything in our life في حياتنا. بنستخدم الكمبيوتر في كل شيء في حياتنا. ده رقم 3 نمبر فور بيقول لي وات كان ذا كمبيوترز ستور بيخزن الكمبيوتر اهو دي اجابه نمبر فور زي كان store much انفورميشن كده السؤال بتاع reorder الترتيب ملغي اي think كروكودايلز ار scary اي كابيتال واحط نقطه في الاخر يور apartment هي زيها زي ال, الباراجراف اللي كان في بيج 50 Where do you live? أين تعيش? Which is your favorite room? يعني برضه هقول I live in apartment أنا أعيش في شقة برضه هقول my apartment شقتي is very big كبيرة جدا ممكن أقول my favorite room is bedroom فأنا هاخد بعض من الجمل أو كل الجمل اللي هي موجودة في page 50

نمبر 3 كروكودايلز التماسيح ار في عندي زين تمام يبقى more dangerous زين I don't drink كولا أنا لا أشرب الكولا other unhealthy drinks I don't drink كولا أنا لا أشرب المشروبات الغازية and و other unhealthy drinks والمشروبات الأخرى الغير صحية عندي هنا نمبر 3 ريد اند كومبليت ذا تكست ويز ذا ووردز ان ذا بوكس عندي ديزرت رين ديزرت الصحراء رين تومتر ريفرز الانهار سيد البذره ان ذا اجريكالتشرال هابيتات في البيئه الزراعيه فارمرز الفلاحين جرو فود الطعام يزرعوا الطعام فور اس لنا تو ايت لكي ناكل بلانتس النباتات نير قريبه من ذا the... rivers and lakes الانهار والبحيرات needs a lot of water بتحتاج كتير من الميه Blantis النباتات ذات live in the desert don't need a lot of water النبات اللي عايش في الصحراء لا يحتاج كثير من الماء there is not much in the desert not much rain لا يوجد كثير من مياه الامطار in the desert في الصحراء so we can find نحن نستطيع أن نجد آن إيكيشا بلانت نبات الإيكيشا آن تمارس كزير وطبعا سؤال التوصيل ملغي عندي هنا وين داليا عندما داليا ووز أبيبي كانت بيبي شي بلايت كانت بتلعب ويز بلوكس بالمكعبات شي بوت وان بلوك اون توب اوف another كانت بتضع مكعب on top في القمة and off another وتضع الآخر when she became older لما أصبحت أكبر she started making things ابتدت أن هي تعمل أشياء she made هي صنعت a little house منزل صغير for her dog لأيه للكلب بتاعها and a bed with rear for her sister's دول with rear للعروسة بتاعة أختها she always هي دائما carried a tape measure and a pencil كانت بتستخدم اللي هو الشريط القياس والبنسل قلم رصاص you can call داليا when you want to change something in your house أنت تستطيع أن تنادي داليا

or an architect، architect طبعا I think داليا in the future أعتقد إن داليا في المستقبل كان تستطيع work أن تعمل an architect. بعد كده واي دي الداليا يوز أتم تيمجر لماذا داله تستخدم اللي هو التيم ميجر هقول له بيكوز وين شي بي كام اولدر شي ستارتد ميكنج سينجل لان هي لما اصبحت اكبر سنا ابتدت ان هي تعمل الاشياء تصنع اشياء عندي نمبر 7 البانكيت ويت وات الدبليو كابيتال وفي الاخر كوتشن مارك What do you want to be؟ هنا بيتكلم عن horses الخيول. What do horses drink? Horses are beautiful. Comma. First. Animal. Horses. اللي هم الخيول ار بيوتيفول تكون جميله وفي وسط انيملز وحيوانات سريعه ممكن اقول هورسز ايت جراس اند درينك فريش ووتر هورسز هورسز ايت جراس And drink fresh water. Then all horses are beautiful, comma fast animals. And all horses. all horses eat grass and drink. Fresh water. They have large or oh beautiful eyes. They have they have they have large. Beautiful. eyes at any horses are beautiful fast animals horses eat grass and drink fresh water they have large beautiful eyes they have large beautiful eyes they can live in the desert they can live تمام انا كده حليت محافظه من محافظه نمبر 1 لغايه 4 في نهايه الفيديو اتمنى ان هو يكون نال على اعجابكم ما تنساش تضغط لايك واشترك في القناه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته